أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون، والبداية بأبرز العناوين. جلالة الملك يشرف بإقليم مديونة على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز اجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين. والاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة عبر لقاءات تحضيرية. وفي النشرة أيضا ريبورتاج نقترح عليكم من الطنطان ويرصد للإقبال المتزايد خلال شهر الصيام على حليب الإبل. أهلا بكم من جديد. أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الأربعاء بحي الهرويين بإقليم مديونة جهة الدار البيضاء سطات على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز اجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 10 ملايين درهم. تقرير في الموضوع لمحمد تروزي. يأتي هذا المشروع التضامني لتكريس السياسة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، ويجسد عزم جلالته الراسخ على ضمان ظروف حياة كريمة ومزدهرة لكل فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص المسنين. ويؤكد إنجاز هذا المركز التزام مؤسسة محمد الخامس بالعمل على ترجمة حلول اجتماعية قصد مصاحبة الأشخاص في وضعية هشاشة وعوز والمحافظة على استقلاليتهم من خلال تكفل شامل يوفر الإيواء والغذاء والتنشيط والعلاج. وهكذا سيؤمن المركز الجديد لاستقبال الأشخاص المسنين بمديونة تكفلا على مستوى الإيواء والغذاء والحماية الصحية والرفاهية العامة للأشخاص المسنين أكثر من 60 سنة دون موارد أو دعم مالي. وسيساهم المركز الجديد الذي تبلغ طاقة استقباله 48 شخصا في محاربة تسول وتشرد الأشخاص المسنين بمدينة الدار البيضاء، ومن ثم تحفيز الإدماج الاجتماعي للمستفيدين وتحسين ظروف عيشهم. وسيشمل هذا المشروع الذي سيتم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها ما يقارب 4000 متر مربع خلال 18 شهرا على 24 غرفة مزدوجة وصالونين ومطبخ ومطعم وقاعة للفحص الطبي ومستصف وصيدلية وأربعة محلات تجارية. ويعد إنجاز هذا المركز ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن وجمعية الدار البيضاء كاريان سنترال فرع الفداء مرسى السلطان التي ستسهر أيضا على تسيير هذا المركز. ويأتي إنجاز هذا المركز للحمولة الاجتماعية القوية لتدعيم المبادرات التي تنجزها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى الدار البيضاء سطات الرامية لتحقيق رفاهية وازدهار الأشخاص المعوزين. كما أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الأربعاء بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مدرسة الفرصة الثانية. المشروع التضامني الموجه لتوفير فرصة إدماج أو إعادة إدماج لفائدة الأطفال والشباب غير المدرسين أو المنقطعين عن الدراسة داخل النظام التربوي والتعليمي. ويجسد هذا المشروع الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لقطاع التعليم باعتباره رافعة استراتيجية لازدهار المجتمع والشباب الثروة الحقيقية لهذه الأمة ومحرك تنميتها الشاملة والمندمجة. وتندرج هذه المدرسة الأولى من نوعها على مستوى المملكة في إطار مخطط عمل تنجزه المؤسسة والذي يروم من خلال الدعم المدرسي والتنشيط الثقافي والرياضي والتكوين في تخصصات مختلفة حماية الأطفال والشباب من الانحراف والمساهمة في تطورهم الفكري والبدني. ويرمي هذا المشروع الذي رصدت له استثمارات بقيمة 15 مليون درهم إلى توفير تكوينات مهنية للشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 سنة غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في مهن مختلفة بغية إنجاح إدماجهم السوسيو اقتصادي فضلا عن إدماج الرياضة والموسيقى في النظام التربوي المعتمد من طرف المركز قصد مساعدة الأشخاص المستفيدين في تدعيم رغبتهم في الاندماج وإبراز إمكانياتهم وكفاءاتهم.
وسيستفيد من مدرسة الفرصة الثانية التلاميذ الذين يواجهون صعوبة في الدراسة، والذين سيصبح بإمكانهم ولوج أقسام لتطوير مستوياتهم، بالإضافة إلى الأطفال غير الممدرسين الراغبين في الحصول على شهادات مدرسية، وكذا الأطفال والشباب غير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة الباحثين عن تأهيل لمستوياتهم وتهيئ قبل مهني لمتابعة تكوين مهني أو الإعداد لمهنة من أجل الاندماج في الحياة العملية. كما ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى درس اليوم بين يدي صاحب الجلالة الأستاذ عبد القادر المكي الكتاني مهندس ومتخصص في الحديث الشريف، متناولا بالدرس والتحليل موضوع اختلاف الفقهاء في اجتهاداتهم وطرق الاستفادة منه انطلاقا من الحديث النبوي الشريف: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تخريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. في عصر شيوخ الأئمة من التابعين الكبار وحتى في عصر الصحابة. إلى السمارة، وفي الخبر التنموي ومواصلة لسلسلة اللقاءات التشاورية والاجتماعات المكثفة التي باشرتها المنظومة المحلية على المستويات المركزية والجهوية، ترأس عامل الإقليم أشغال الاجتماع الموسع لإطلاق عمل اللجان الإجرائية على ضوء مخرجات اتفاقيات الشراكة بين إقليمي ورزازات وسمارة. تفاصيل أوفى في سياق الربورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. عامل الإقليم وفي معرض كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الإخباري حدد الغايات الاستراتيجية لتوجه المنظومة المحلية صوب التجارب التنموية بأقاليم الجهة الشرقية. عوامل مشتركة عدة في مقدمتها المناخ والتاريخ والمقومات المجالية والديمغرافية المشتركة. الأقاليم الشرقية هي دائما عندها واحد طابع وعندها خصوصيات مهمة ومهمة جدا، خاصة على أن نتقاسموا أشياء كثيرة، مجال ديال هالشي ديال الجو والحرارة والمناخ، هذا الشيء كل شيء إيجابي وأصبح عنده يعني مصادر ديال الاقتصاد اللي أصبحت تتنافس على هذا المجال ديال الحرارة والطاقات المتجددة. وبالتالي هذا كله الحمد لله عوامل أساسية سترجع بالنفع على أبناء الإقليم. مداخلات الاجتماع تناولت الحاجة لتنويع العرض التربوي بالكلية متعددة التخصصات مع مطلع الموسم الجامعي المقبل، إلى جانب تجربة إقليم ورزازات في الأحزمة الخضراء بمقوماتها الإيكولوجية المائزة، فضلا عن آفاق الاستثمار في السياحة الصحراوية. يعني مجموعة من التجارب بما فيها هذا الحزام الأخضر يعني كان حقيقة محل إعجاب، واحنا في حاجه الى هذا النوع من الاحزمه. احنا كنا نسمعوا في الزمن الاول يقولوا لنا انتم ما عندكم ما هو الشمس والريح، ولكن هذا مكسب، هذا المصباح هو المكسب. زمان كان ربما يعود الريح والشمس ما كانت شيء، ولكن اليوم الحمد لله اصبحت يعني مهمه من خلال يعني الطاقه الشمسيه. واحنا حقيقه اليوم في حاجه إلى مثل هذا النوع من النماذج. اللقاء التشاوري أطلق نقاشا مستفيضا حول المشاريع النموذجية لخلق آفاق جديدة في سوق الشغل وامتصاص البطالة بين صفوف الشباب والنساء من ساكنة الإقليم. المشاريع ذات الطابع الإنتاجي عتي اللي هي تضمن ما يسمى بالتنمية المستدامة، وبالتالي هذا يعني أننا لابد نديروا نوع من الشركات اللي هي اللي تزودنا بأفكار وتزودنا بالتجارب اللي هي ناجحة واللي هي في أرض الواقع، وبالتالي يتفد عندنا هذا النوع من التجارب ونحاولوا نعطوها يعني للأجيال ديالنا ونحاولوا نعطوها للشباب ديالنا اللي هو مثلا اللي يصبح فاعل. هذا العروض اللي استنتنا اليوم هي عروض مهمة صراحة، واتفاقية العرض تحليلنا مهمة صراحة جدا، وهي كامل الحمد لله كتصب
مجال تشغيل الشباب مشغل العنصر البشري، وهذا هو اللي كان يفرحنا، وهذا كان يبحث عنه طول السنه كامله، كان يبحث عنه هو لله شقنا العنصر البشري في هذه المجالات كامله. عديدة هي مجالات الشراكة والاستثمار التي أرست دعائمها اتفاقيات التعاون بين المجالس المنتخبة بكل من السمارة وورززات، مجالات تعمل اللجان الإجرائية المختلطة على تنزيل تصوراتها العملية على أرض الواقع. في شأن الديني، دعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية القيمين الدينيين عبر وحدتها الإدارية ببجدور جميع الفاعلين والمتداخلين في الحقل الديني إلى مجلس قرآني تخللته قراءات دينية وتوزيع مساعدات عينية على القيمين الدينيين. مجلس قرآني يقام بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي، وتقدم الحاضرين فيه عامل الإقليم. والمزيد في متابعة علي الكبش ومحمد شهرة. بين أسوار إحدى بيوت الرحمن تعلو القراءات القرآنية المكان في ليلة روحانية من ليالي شهر الغفران. قراءات فردية كما أخرى جماعية عبر مجالس قرآنية، مجالس مقصد حفظة كتاب الفرقان والقيمين الدينيين. أسهم الكل في قراءة ما تيسر من الذكر الحكيم قبل التوقف لقراءات فردية تناوب عليها مقرئون شباب، وتم خلاله تكريم بعض القراء المشاركين في هذا الحفل، كما أيضا تم خلال هذا الحفل توزيع بعض الإعانات على القيمين الدينيين المعوزين. شاركت اليوم بصفة مقرئ من جهة المجلس العلمي الذي تم تنظيمه من طرف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالشؤون والأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتم من خلال هذا المجلس تكريمي وتكريم بعض الأئمة والمؤذنين والقيمين بهذه الأعمال. مجلس قرآني بطاقة سفر بين دفتي كتاب المولى، كما لحظة اعتراف بإسهامات أجيال في الارتقاء بالمنظومة الدينية محلياً بعطاءاتها على امتداد سنوات. جاينا الحمد لله، والشاء جاي لأجل العمل قيمين الدين، ما هو تشريف، والله جاز الجميع ويكافيه، هذا هو النعرف. احنا خدامين من السبعينات هون في الخير في الدين. الاحتفاء بالعنصر الفاعل في الحقل الديني رسالة ثناء على المبذول ودعوة لمواصلة العمل المنوط به خدمة للدين الإسلامي الحنيف. شواهد الاعتراف للمقرئين وإعانات غذائية دعم للقيمين الدينيين بالإقليم. في شأن التربوي، ومع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا، الاستعدادات جارية لتنظيم هذه الامتحانات في ظروف جيدة عبر لقاءات تحضيرية من الجهات الرسمية. عن استعدادات التلاميذ يدور ربورتاج بكار دليمي ومحمد يداس من مدينة الداخلة. مع اقتراب الامتحانات بدأ التلاميذ الاستعدادات، خصوصا في أجواء رمضان التي توفر العديد من الوقت للتلاميذ، استعدادات نفسية وأخرى عملية لاجتياز هذا الامتحان الهام في مسيرة كل تلميذ. درنا الدعم التربوي طيلة الموسم الدراسي من بداية العام إلى ذرك، وتكثفنا في هذا الجزء الأخير من بداية رمضان إلى ذرك، فكنا كنديروه على وجهين، في مرة كنديروه سابق الفطور ومرة كنديروه وراء الفطور على حسب الحصة. وانتم جيتونا في حصة ديال مادة الرياضيات في استعداد الامتحان. واجد نحضروا الفيزيك واسمو المات وفلسفة وداكشي كامل موجودين والحمد لله، والمدرسة مولي معاونتنا موفران حصص باش يعاونونا الأساتذة، داكشي اللي مانا فاهمين ويفهمونا الأساتذة، والحمد لله من بداية السنة إلى درك وحنا في حصص الدعم. المهم المدرسة الحمد لله دعمتنا. في إطار التحضير لامتحانات البكالوريا برسمية الموسم الدراسي 2017-2018، كان هذا اللقاء لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهتها الداخلة وادي الذهب مع مدراء نيابات التعليم وعدد من المسؤولين بالأكاديمية. تم خلاله استعراض جميع التدابير المتخذة جهويا من أجل تنظيم امتحانات البكالوريا.
عدد المترشحين الرسميين. هذه الندوة داخلة في مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها الأكاديمية، وهي داخلة في إطار التحسيس يعني بالبكروية وبأهم الإجراءات اللي تتخذها الوزارة وتتخذها الأكاديمية. وكنعرفوا بأن كل الإجراءات المتخذة سواء وطنيا أو جهويا هي داخلة في إطار تحصين البكروية المغربية، وكذلك في إطار خلق واحد الجو من الموضوعية وتوفر الفرص بالنسبة لجميع التلميذات والتلاميذ المترشحات والمترشحين. هذا وسيجتاز هذه السنة بجهة الدخلة وديع الذهب الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا أحرار ورسميون 1932 تلميذ وتلميذة، يمثل الرسميون منهم 1412 والأحرار 520 تلميذا وتلميذة. أما الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا فسيجتازه هذه السنة 1801 تلميذ وتلميذة، منهم 1281 من المترشحين الرسميين و520 مترشحا حرا. في شأن الحزبي وتحت شعار على العهد سائر، تم تنظيم أشغال الجمعة العامة التأسيسية للمكاتب الفرعية والإقليمية لحزب الحركة الشعبية بقليميم، جمع يجدد هيكل تنظيمات هذا الحزب بالإقليم. ربورتاج حافظ محضار غالي القرحي ومحمد فاضل عبيدة. أعضاء ومنتسبو ومناضلو حزب السنبلة بقليميم خلال أشغال جمع خصص جدول أعماله لتجديد هياكل هذا التنظيم السياسي محليا وإقليميا. بعد استعراض محاور القانون الأساسي والداخلي للحزب، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء التنظيمات المحلية والإقليمية، عملية مرت في ظروف شفافة وديمقراطية. هذا الجمع العام التأسيسي اللي فرز واحد النخبة من الإقليم ديال قليميم وذنون، واللي الحمد لله استطعنا أن نفتحوا على مختلف الجماعات اللي كتنتمي للإقليم. وحنا اليوم الحمد لله كيف جاء في الشعار ديال الحزب على أن على العهد الماضي الحمد لله حركيين منذ فترة، وبالتالي ما هذا الجمع العام التأسيسي اليوم إلا استمرارية للعمل السابق. تعتبر هذه الفرصة لتأسيس المكتبين المحلي والإقليمي، واللي الحقيقة كانت ناجحة بجميع المقاييس من خلال حضور وازن لمنتخبي ومناضلي ومناضلات الحركة الشعبية بإقليم قليميم، كما مرت الأجواء في ظروف تطبعها الشفافية والديمقراطية، ومرت في أجواء هادئة إن شاء ولله الحمد. حضر أعيان ومنتخب للحركة الشعبية بكافة تراب الإقليم ديال قليميم، ومرت الأمور في أجواء هادية طبعتها نوع من الشفافية كما قلت الديمقراطية. كانت واحد توافق كبير بين الأعضاء وبين حتى المناضلين ديال الحزب بتشكيل المجلس بمجلسين المحلي والإقليمي، ولله الحمد دازت الأمور في أجواء الحمد لله يسودها التفاهم وتوافق جميع الأطراف على تشكيل المجلسين. مكاتب وتنظيمات إذن ستوكل لها مهمة تعزيز حضور الحزب الحركة الشعبية على مستوى المنطقة وتقوية مكانته في المشهد السياسي محليا وإقليميا من خلال المحطات الانتخابية المقبلة. في شأن الصحي وبمناسبة اليوم العالمي للتدخين، تقوم جمعية ملاك للأطفال المصابين بداء السرطان بالداخل بحملة تحسيسية عن أضرار التدخين لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف القضاء على هذه الآفة. ربورتاج بكار دليمي ومحمد يداس. تهدف هذه الحملة إلى التحسيس والتوعية بأضرار التدخين ونشر ثقافة الوعي الوقائي بمخاطره لفائدة التلاميذ. بدأت هذه الحملة بتقديم نصائح وعروض حول التدخين، المخاطر والأمراض التي تنتج عنه. قمنا بتنظيم هذا اللقاء التحسيسي بالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بالداخلة لتسليط الضوء وتحسيس التلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بمدى خطورة التدخين على صحتهم وما يسببه من أمراض خطيرة كالسرطان. احنا اليوم في مؤسسة تعليمية من أجل حصة توعوية لفائدة التلاميذ للتكلم عن مخاطر التدخين وكيفية مواجهة هذه الظاهرة وطرق الإقلاع
وتشديد على أهمية تبني سلوك سليم. قصاصات تحسيسية ضد التدخين ولوحات تبين آثاره السلبية على صحة الإنسان. العديد من الأسئلة والاستفسارات عبر عنها التلاميذ خلال هذا اللقاء المفتوح للتوعية والتحسيس بأهمية تجنب التدخين. نبغي نقدم جزيل الشكر للجمعية على هذه الحملة اللي كانت كفيلة بتحسيسنا بأضرار التدخين ما يسببه من مخاطر للمخاطر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ومستويات أخرى. الحين كنشكر جمعية مالك اللي داء الأطفال اللي داء السرطان، كنشكرهم على هذه الحملة التحسيسية اللي استفدنا منها بزاف واستفدنا من الأخطار ديال التدخين على الفرد وعلى المجتمع. مع تزايد انتشار ظاهرة التدخين في الوسط المدرسي، تشكل هذه الحملات التحسيسية فرصة للتوعية تجنبا لانتشار هذه الآفة التي تتسبب في 75% من وفيات سرطان الرئة بالمغرب. ربورتاج النشرة نقترحه عليكم الليلة من مدينة طنطان، ويرصد للإقبال المتزايد خلال شهر الصيام على حليب الإبل المادة التي تمتاز بخصائصها المغذية وفوائدها الصحية. ربورتاج حافظ محضار سناء بن ناوي وعبد الرحيم حاجي. يكثر استهلاك خلال شهر رمضان الأبرك، وهو ما يفسر هذا الانتشار المتزايد لهذه العربات المتنقلة خاصة خارج المدار الحضاري التي تعرض حليب الإبل الذي بات من المواد المغذية الأساسية التي لا تكاد تخلو منها موائد إفطار الصائمين بالأقاليم الجنوبية، مادة تتميز بغناها بالمغذيات الطبيعية التي توفر الطاقة للصائم. في رمضان الناس كيديو بكثرة لانه صحي وفي فوائد كثيره، وكيديو الناس ديال سحب السكري والناس مزيان بزاف، هو فيه بزاف ديال الفوائد الحمد لله. ايوا قضيه مزيانه الحمد لله في هذا رمضان، الناس كاين واحد الاقبال الحمد لله بكثره. حليب الإبل يعتبر غذاء كاملا يشجع إقبال الصائمين عليه بالنظر إلى توفره على مغذيات طبيعية التي تؤمن مختلف البروتينات والمواد الأخرى من البوتاسيوم والحديد قياسا إلى حليب باقي الثدييات. مفيد مزيان، وحليب البرة مزيان، مزيان للسكر، مزيان للصحة، مزيان لكل شيء. حليب مزيان، حليب زين. حنا ديما كنشروه، ايما نشرو 5 لتر و 3 لتر و 4 لتر، ديما نشرو في الفطر، نشرو في الفطر، عليك يكون عندنا في الطوموبيل دائما في الفطر دائما. نستهلكونا عندي السكر، كيقولوا مزيان السكر، ديما كنشريه ديما، اما هنا واما في النواحي ديال تيرومق واما قروبة الداخلة. مزيان هذا، مزيان صحي، مزيان. وبالإضافة إلى قيمته الغذائية، يمتاز حليب الإبل بفوائده العديدة حيث يعتمد عليه في علاج عدة أمراض، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي اشتغلت على تحليل مكونات حليب الإبل وتحديد خاصياتها الصحية والغذائية. أما اللحظة فنتوقف مع جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس في قراءة لمحمد نوار لنتابع. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الأخبار. وكتبت: ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتشمل هذه العملية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غذائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن. وسيوفر المستشفى الذي سيقام بقطاع غزة خدمات استشفائية للفلسطينيين ضحايا الأحداث الأخيرة وكذا لمجموع ساكنة المنطقة. وبخصوص المساعدة الغذائية الممنوحة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فهي متنوعة وتشمل مواد أساسية.
يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس بعد قرابة شهر من قرار المغرب تجميد علاقته الدبلوماسية مع إيران، حذرت السلطات الموريتانية السفير الإيراني لديها من النشاطات المشبوهة التي تقوم بها سفارة طهران في البلاد والتي تستهدف تغيير مذهب وعقيدة المجتمع الموريتاني. وذكرت الأحداث المغربية نقلا عن موقع صحرا ميديا أن السلطات الموريتانية أبلغت السفير الإيراني أنها لم تعد تقبل بأي نشاط تقوم به السفارة أو جهات مرتبطة بها من أجل تغيير مذهب وعقيدة الموريتانيين. صحيفة الاتحاد الاشتراكي كتبت استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية يوم الجمعة الماضي السفير الإيراني بن واقشوط محمد العمراني على خلفية أنشطة دينية شيعية إيرانية فيها. وذكرت مصادر مطلعة أن موريتانيا أحاطت السفير الإيراني علما برفض موريتانيا لأي نشاط تقوم به السفارة أو جهات مرتبطة بها قصد تغيير مذهب المجتمع الموريتاني أو عقيدته، كما أن موريتانيا أبلغت السفير الإيراني بمنع أنشطة لنشر الفكر الشيعي في البلاد من خلال حزمة من التدابير والإجراءات. يومية المساء كتبت في عددها الصادر يوم غد الخميس نقلا عن صحيفة بيزنس داي اليومية الجنوب إفريقية المتخصصة في مجال الأعمال أن جنوب إفريقيا في طريقها للتخلي عن مركزها كرائد إفريقي في مجال صناعة السيارات لفائدة المغرب، البلد الذي لم تفتأ تنمو فيه الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي بشكل مضطرد. أوضحت الجريدة أن توقعات الاستثمار في قطاع السيارات المغربي تشير إلى زيادة في الإنتاج، مؤكدة أن المغرب يعتزم زيادة إنتاجه إلى مليون سيارة خلال 10 سنوات المقبلة، في وقت تطمح جنوب إفريقيا تحقيق 1.2 مليون سيارة بحلول عام 2035. صحيفة برلمانكم كتبت تحتضن مدينة العيون في الفترة الممتدة من 31 مايو إلى 2 من يونيو 2018 المهرجان الدولي للمديح النبوي من تنظيم رابطة الموسيقيين الحسانين للتراث والتنمية الاجتماعية تحت شعار عالمية البعد الإنساني في المديح النبوي. وأوضحت برلمانكم أن الدورة السادسة لهذه السنة ستنقل المهرجان من إطاره المحلي إلى الإطار الدولي بمشاركة فرق في فن المديح من دول إفريقية وعربية وأمريكية وأوروبية. وستعرف هذه التظاهرة العالمية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حضور ثلة من الفنانين المحليين من العيون ومن المدن المغربية الأخرى إلى جانب مداحين عالميين من الإمارات العربية المتحدة ومالي وموريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم سالي محمد والأحمد والمحمد البشير عن والعلي والحماد عن سن تناهز 96 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيت الحسن أيت سعد. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد محمود والمولاي عبد الله والمولاي الحسين عن سن تناهز 71 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد بوقرفة أهل مولاي يحيى. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم كرد اللاس الجلالي عن سنين تناهز 25 سنة الفقيد ينتمي لقبيلة أيت الحسن أيت بومكوت. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة بشرة دخيل عن سنين تناهز 72 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة أولاد تدرارين. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن وصلنا إلى الفقرة الخاصة بالتوقعات المنتظرة لـ 24 ساعة قادمة بحول الله، حيث من المرتقب أن تبقى الأجواء قليلة السحب لا صافية، هذا مع احتمال هبوب زوابع رملية، رياح ستهب معتدلة إلى أحيانا قوية. فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 23 درجة بالرباط، 21 درجة بسيدي إفني، 24 درجة بقليميم، 32 درجة بأسا، 33 درجة بإساك، 22 درجة بطنطان وطرفاية، 28 درجة بالعيون، 31 درجة بسمارة وبكراع، و24 درجة ببجدور. كما ستصل درجات الحرارة إلى 33 درجة بقلت الزمور، 34 درجة بمضريقة، 23 درجة بالداخلة، 40 درجة بأوسرد، و28 درجة بالقويرة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائجا إلى قوي هائجا ما بين الصويرة وطنطان وهائجا بباقي السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون سيكون بحول على الساعة 6 صباحا ودقيقتين وغروبها على الساعة 7 مساء و37 دقيقة.
درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا. أربعين درجة بالزويرات، 37 درجة بنواذيبو، 30 درجة بنواكشوط، 43 درجة بعطار، 40 درجة بكي هيدي، 35 درجة بباماكو، و 35 درجة بتندوف. وفيما يلي تذكير بأبرز العناوين: جلالة الملك يشرف بإقليم مديون على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز اجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين. والاستعدادات جارية على قدم وساق لتنظيم امتحانات البكالوريا في ظروف جيدة عبر لقاءات تحضيرية. وتابعنا في النشرة روبورتاجا حول حليب الإبل والإقبال عليه خلال شهر الصيام. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.